شهدت الصناعة المغربية دينامية غير مسبوقة بخلق 113 ألف منصب شغل صافي، معالجة أكثر من 2000 مشروع صناعي في جل جهات المملكة اللي غيخلقوا إن شاء الله 366 ألف منصب شغل. وتم إطلاق أول سيارة مغربية للعموم وتقديم النموذج الأولي لسيارة الهيدروجين واللي عرفوا تشريف وتكريم ملكي سامي. الإنجاز الأول هو تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد اللي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وهذا الميثاق كيعطي تحفيزات مهمة للمشاريع ديال الاستثمار كتوصل حتى 30% من المبلغ ديال المشروع. والحكومة في 3 شهر دعمت مشاريع كثيرة، والقيمة ديال هذه الاستثمارات وصلت لأكثر من 220 مليار ديال الدرهم، واللي غتخلق إن شاء الله أكثر من 115 ألف منصب شغل. اليوم عدد ديال المستثمرين مغاربة وأجانب تطوروا خدمات، منها خدمات رقمية كتكنولوجيا متطورة من أجل الأسواق العالمية. نبغي نقول لكم بلي المغرب تقدم ب 12 مرتبة عالميا في هذا المجال، ووقعنا على اتفاقيات لخلق أكثر من 17 ألف فرصة شغل في مختلف جهات المملكة. تمكننا ايضا باش نتجاوزوا واحد الازمه ديال الغاز 2021 و2022، واكثر من ذلك قدرنا نضربوا عصفورين بحجر واحد. دخلنا المغرب لاول مره في التاريخ للسوق العالميه ديال الغاز الطبيعي، وبرهنا لشركائنا خصوصا في اوروبا ان المغرب يقدر يكون شريك متين وممكن تكون فيه الثقه. وبلورنا ايضا اشتغلنا ايضا على خريطه طريق واضحه لبنيه تحتيه غازيه مستدامه اللي غتساهم طبعا في تعزيز السياده الطاقيه، وايضا غتمكننا باش ننزلوا عرض المغرب للهيدروجين الاخضر. التشغيل هو موضوع مهم، درنا برامج اللي خرجنا من الكوفيد كانوا مئات الالاف ما لقاوش خدمه وما عندهم حتى شي امل يلقاو خدمه، خصوصا الناس اللي ما عندهم حتى شي ديبلوم. درنا برنامج ديال اوراش، خدمنا 250 الف ديال المغاربه في هذا البرنامج.